واحد النهار قريت واحد الكتاب وفواحد الفقرة بدا الكاتب كيتكلم لينا على الحب. طبعا اعزائنا المشاهدين كاملين غنكونوا سمعنا بكلمة الحب، وكاين فينا اللي كيامن بها وكاين فينا اللي كيقول لا الحب ما كاينش وغير ذلك من الاراء المختلفة. ولكن الكاتب في هذه الفقرة تكلم لينا على ما يسمى عمى الحب او الحب الاعمى، واللي كيسيب احيانا شي شخص الا كان كيحب شي شخص اخر بجنون. والكاتب قال لنا انه الشخص المحبوب الا كان باغي من الشخص اللي كيحبو انه يحب وجوده وحقيقته والكيان وشخصه، فعلى هذا الشخص اللي كيحبو انه ما يسدش عينيه وما يتغاضاش على العيوب ديالو او لا يشوف لهاد العيوب بحال تماما الا كان كيشوف المميزات ديالو. ولكن فاش كنزلوا للواقع للاسف كنلقاو العكس ديال هذا الشيء تماما، بحيث كنلقاو المحب في واحد الحاله ديال العمى اللي ما كتخليهش يلاحظ العيوب ديال المحبوب ديالو. والكاتب تكلم لنا على روميو كمثال لشخص مصاب بعمى الحب واللي ما كيخليهش يشوف ويلاحظ العيوب ديال جولييت، بالاضافه ان هذا العمى كيخليه ما يشوفش اي جمال يغريه من طرف شي امراه اخرى من غير جولييت. والكاتب قال لنا ان عمى الحب في هذه الحاله ماشي هو المقصود منه آفه ولا مرض كيعتري حاسه البصر، وانما المقصود منه هو اختلال في اصدار الاحكام من طرف روميو. فالعيوب اللي كيشوفها روميو في جولييت ما كيشوفهاش على انها عيوب حقيقه، وانما كيشوف فيها على انها مميزات. وللاشاره عزيزي المشاهد، فان عمى الحب اللي كيتصاب به المحب ما كيكونش سببه ديما راجع لان هناك اختلال في اصدار الاحكام، وانما احيانا قد يكون بسبب خداع المحبوب للمحب. فكما كيقول الشاعر راينر ماريا: ألقي نظرة على الحبيبين كم يكذبان بسرعة ماء يتعارفا. وهذا الشيء عزيزي المشاهد راجع لأن الحبيبين كيتجنبوا المجازفة بقول الحقيقة في كثير من الأحيان. وكما كيقول الفيلسوف الكندي رونالد سوزا وهو المؤلف ديال هذا الكتاب، فإن واحد المرأة بجحات وخرجت عينها وقالت أنها ما عمرها كذبات على العشاق ديالها، فملي شافوها الرفيقات ديالها وناضوا وتحدوها قالت لهم أنني كنكذب على الزوج ديالي فقط لأنني كنحبو، ولكن ما عمري كذبت على العشاق ديالي. وهنا كنقولوا أن عمى الحب جا كنتيجة لخداع وكذب المحبين على بعضهم البعض بغرض الحفاظ على هذا الحب وكتجنب الطرف الآخر للألم والمعاناة. وأخيرا وصلنا لنهاية الحلقة ديال اليوم، وكيف العادة كنتسنى الآراء ديالكم في هذا الشيء اللي قال الكاتب في هذه الفقرة، وما تنساوش تخليوا لي شجين في الفيديو ونتلاقاو في الحلقة الماجية. تشاو.